بسم الله. دلوقتي هنتكلم عن ازاي نطلع توب سيرفس. دلوقتي احنا عملنا الرودز اسايند الرودز بتاعتنا التمبلتس اللي احنا كريتناها من هنا, فبقينا ان احنا نطلع توب سيرفس للمشروع بتاعنا. طيب القصه كلها دلوقتي انا لسه ما حلتش الربط بتاع التقاطع ده, وما حلتش الربط بتاع التقاطع ده اللي هي الكيرب ريتيرن الاينمنت ده والكيرب ريتيرن الاينمنت ده, وبيسمي التيرمينج راديوس هنا الكيرب ريتيرن. فانا عايز احل الانترسكشن جريدنج ده, انترسكشن والانترسكشن ده. بحل الموضوع ده هنا عن طريق بعمل بروفايلات للكيربات, هو بيعملها لي اوتوماتيك واسمها اوتو كيرب ريتيرن. طيب بتحكم ازاي في الكيرب ريتيرن ده؟ في السيتنجز في الاول خالص, اول سيشن اتكلمنا فيها ان احنا عندنا دلوقتي التمبلت اللي هي كريتها للكيرب اوتو. يعني ايه اوتو؟ اوتو معناها انه بياخد الكود بتاع الطريق ده والكود بتاع الطريق ده ويربطهم ببعض, والكود بتاع الطريق ده والكود بتاع الطريق ده ويربطهم ببعض. يعني الكود بتاع الايدج الاي بي الار اي بي والار اي بي, وبعد كده كود السايد ووك وكود السايد ووك, ده اوتو. السب جريد ده الثيكنس او الطبقات بتاعتي اللي بيحطها للاوتو تمبلت بتاعت الكيرب. بياخدها دايما من قطاع, لان هو الاوتو مش ما بياخدش تمبلت, بياخد ان هو بيربط كود بكود, فمحتاج ياخد يقرا السيكنس بتاعه من قطاع تاني. وده في حاله ان انا عندي باتر دايما لازم ينزل daylight بعد اخر لينك. اخر لينك ده بيروح منزل daylight. لو انت عامل daylight للتمبلت ده وdaylight للتمبلت ده يروح رابطهم مع daylight بتاع الكيرب, فهو ما عندوش تمبلت فبيسالك لو انا في حاله الاوتو استخدم daylight ايه. احنا ليه بنستخدم اوتو ما نعملش تمبلت للكيرب ليه؟ لان هو الاوتو لو انا القطاع ده مختلف عن القطاع ده في السايد ووك عندي, زي في الحاله اللي انا فيها الفيلت بيبقى هنا مثلا 15, في الفيلت اللي بعده ما بيبقاش رقم ثابت لان انا الفيلت ده بيبقى تارجت من هنا وهنا, فالاوتو دايما بيتارجت ده بده فبيريحك من القصه دي. فاحسن حل, وهو الاي ار دي في الهيلب بتاعه شارح انه احسن حل للكيرب ريتيرن هو الاوتو. طيب انا عايز ابتدي اعمل الكيرب ريتيرن. دلوقتي عندي الطريق ده رايت اوف واي هنا 15 ورايت اوف واي هنا, سوري التيرنينج راديوس هنا 15 والتيرنينج راديوس هنا 15, وعندي التيرنينج راديوس هنا 10 والتيرنينج راديوس 10. ممكن اعملها مانيوال ان انا اخش كيرب ريتيرن كيرب ريتيرن كل واحد فيهم وادوس عليه في الحته دي فهو بيقرا اقرب انترسكشن ويعملها, يا اما انا اقول له اوتو كيرب ريتيرن انتر راديوس كيرب بيختار بيقول لي بس انا عايز راديوس كام, فانا هحطه 10 هنا وبعد كده هنا اعمل ايديت لكل واحد منهم فهخليها 10. هو اوريدي بيكريت الالاينمنت دي اهو هنا وهنا. طيب هنا اوريدي ظبط الكودز بتاعته زي على الكودز بتاعتي بالظبط, على نفس الرسمه بالظبط بتاعتي, وعمل كود للايه للديلايت نزل على السيرفيس. السيرفيس هنا زيرو فما فيش عندي مسافه كبيره هيعملها ديلايت. نفس الفكره هنا, بس انا دلوقتي عندي التيرنينج ريديوس مختلف, فحتى الالاينمنت بتاعه نزل مش على الايدج بتاعي ولا الكود هنا, هو ربط الكود بالكود فعلا بس ايه ما نزلش فوق الرسمه اللي انا رسمها بالظبط او فوق اللي اوت بتاعي. فعايز اعمل ايديت لده, اعمل له ايديت منين؟ بدوس على الكيرب ريتيرن وادوس على الكيرب ده انا عايز اعمل له ايديت واقول له لا انا غير ده خلوا لي 15 تمام اهو, غير لي ده دي هو 15 تمام بالظبط كده بالظبط رسم الرسمه بتاعته فوقيه بالظبط. هنا هو بيتارجت اوتوماتيك الكيرب ده بالسايد ووك هنا بالسايد ووك هنا والسايد ووك هنا بالسايد ووك هنا. طبعا هو بيتارجته بالريديوس هو بيظبطه, فطبعا مش لازم يطلع بالظبط نفس الفيلت اللي انت عامله في اللي اوت في الحته دي, لان دي حته كده كده دايناميك هو بيعملها, لان انا عندي هنا السايد ووك هنا 24 والسايد ووك هنا 3 فهو اوريدي خد تارجت, مش لازم يعمل نفس الفلت اللي انت مختاره. احنا اوريدي كده كده كتير قوي بنعمل الحته دي بتشامفر ما بيبقاش فيها فلت اصلا, بس هو anyway هو عملها كده. طيب كده هو ظبط الانترسكشن في الحته دي وظبط هو نظام الانترسكشن بتاعه ايه, ان هو هنا بيعمل الالاينمنت بتاعه على الكيرف ده والالاينمنت بتاعه على الكيرف ده, وفي نفس الوقت بيعمل تارجت لي قريب من السنتر لاين والايدج بتاع الطريق المين. يعني الطريق المين هنا قريب من الايدج ده, عامل هنا البلوك اللي هو ده عامل منه ايدج نازل من الايدج ليفلز بتاعته وقاري من سنتر لاين الجزء ده.
بحيث ان هو لما يعمل الاينمنت هنا ويتارجت عليه فتبقى الحته دي جريدد. نفس الفكره الناحيه الثانيه. طيب اتجاهات الالاينمنت اللي هو ماشي بيها, يعني هو هنا بادئ الالاينمنت هنا ونهي هنا, هنا بادئ الالاينمنت هنا ونهي هنا, نفس الفكره. ممكن نصغر شويه التكست عشان نقدر نتاكد. تمام, هنا بادئ يمين, نفس الفكره هنا بادئ يمين. طيب هو ليه اختار الاتجاهات اللي هو بيختارها دي؟ بتقول لك اتجاهات الحركه اللي بتعتمد عليها سيتنجز من الاول خالص. هنا ما نقدرش نغير في دي, دي اللي بتغير في اتجاه الكيرب الاينمنت واتجاه الكالتساك الاينمنت. هي سي دبليو يبقى نظام زي مصر بيمشوا يمين الطريق, يعني العربيه بتمشي كده من هنا يمين هنا يمين, نفس الفكره هنا يمين هنا يمين. هو بنفس الطريقه بيسمي الالاينمنت بتاعته يمين 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 يمين. تمام كده انا رسمت عملت الانترسكشن جريدنج في الحته دي, الانترسكشن جريدنج كده انا جاهز ان انا ابتدي اعمل موديل. انا الجولد سيك دي هعملها لوحدها في سيشن يعني. تمام بعمل الموديل منين؟ الموديل طبعا احنا كل الاسمبلز اللي احنا حاطينها من غير طبقات, فانا كل الموديل اللي هعملها هعمل موديل توب بس اللي هي دي. انا دلوقتي عندي الزرار ده بيطلع لي اوتو موديل, بيروح مطلع لي التوب موديل. الموديل ديتم بيطلع لي الطبقات, يعني السيرفيس بعد الطبقات. ده ديسبلاي اوف اون للداتا اللي موجوده عندك. فانا كده كده عايز اطلع التوب. طيب قبل ما اشتغل هاخد باك اب من الشغل ده عشان بعد كده لما اجي اخليه يسمع تاني او في مشكله حصلت في الفايل اقدر ارجع لنفس النقطه اللي انا بدات منها. ازاي اخد باك اب من الفايل؟ ان انا اسيب الفايل السيفل بتاعي, اروح للفولدر الوركينج, اخد ده وده كوبي احطهم في فولدر الباك اب بتاعي مثلا, نسميه بي كي design and curb return. ارجع تاني للفايل بتاعي, طلع الموديل زي ما انتم شايفين, طلع السيرفيس كلها طالعه بتاعتي بالديلايت. طيب انا عايز انا دلوقتي الشغل بتاعي هنا, انا مش عامل في الشغل بتاعي ان يبقى في ديلايت في الطرق, فدلوقتي عايز الغي الديلايت هنا. سهل جدا, بيخش على الديزاين داتا فورم. الديزاين داتا فورم ده زي الكوريدور سيتنجز في السيفل. اي مشكله في الار دي او اي حاجه عايز اغير التمبلت بتاعها هنا او هنا او هنا, بروح دايس عليها طلع لك بروبرتيز منها التمبلت اللي بيستخدمه. ممكن في الكيرب ريتيرن اغير التمبلت بتاعته. الباتر هو الدي لايت في الار دي, انا مش عايز باتر, ادلت ده ندوس عليه ودوس ديليت كده, هو دلت الباتر, دلت الباتر. بس هو لسه التوب موديل محتاج يربيلد, يعني هنا الباتر اتشال. نفس الفكره هشيل التاني وهعمل ريبيلد مره واحده لكله. تمام عايز اعمل ريبيلد للتوب ديتم بتاعي او توب سيرفيس سوري, امسحها ونزلها تاني. تمام نازله مظبوطه, مفيش اي مشكله خالص فيها. طبعا الجزء بتاع البارل باركينج انا لسه ما حطيتش الاسمبلي بتاع البارل باركينج ده, هحطه في سيشن لوحده هو مع الكال دي سيك. تمام كده انا عملت التوب سيرفيس بتاعتي جميله جدا. السيرفيس دي دلوقتي اي ار دي, السيرفيس طالعه دي سيرفيس مش سيرفيس سيفل, يعني لو جيت هنا مش هتلاقيها, دي السيرفيس الاصليه بتاعت الاكزيستنج بتاعتي. مفيش سيرفيس, السيرفيس دي سيرفيس طالعه من الاي ار دي اللي هي الزرقاء دي, فانا عايز اطلعها سيفل. عشان اطلعها سيفل عندك حلين, يا اما تدوس على دي بعد ما وانت دايس على السيرفيس تدوس اكسبورت تو سيفل, يقول لك انت عايز تطلع السيرفيس اللي هي التوتال موديل. ايوه هو بيسمي التوب سيرفيس بتاعته او السيرفيس اللي هي طالعه من التوب كودز توتال موديل. اوكي اهي السيرفيس بتاعتي مش قاريه صح هنا, صح تمام. وهنا راح مطلع سيرفيس من اخر باوندري عنده من بره. طيب اقدر اعمل ايديت في اي في السيرفيس بسهوله جدا, ان اخش في البروبرتيز بتاعتها بقت سيرفيس سيفل عادي جدا اهي, اقدر ايديت فيها عادي جدا. طيب افضل حل ان هو ما بيطلعش ايرورز دايما في السيرفيس, ان انا اطلع السيرفيس دايركت اكس ام ال بره واشتغل عليها فايل جديد. اطلعها ازاي؟ بدوس على بجيب من هنا الزرار ده اللي هو create edit surface. ده لو انا عايز اغير التكثيف بتاع الكونتور بتاعه,
يعني مثلا عايز الكونتور بتاعه مثلا يبقى 0.01 كثيف جدا، 0.5 مفيش خالص. غير لون السيرفس بتاعتي عادي جدا اي لون، مفيش اي مشكلة الماينور والميجور. طيب انا عايز دلوقتي اطلعها، في عندك فايل هنا اكسبورت اكس ام ال، بتدوس عليه بيقول لك انت مطلع دلوقتي سيرفس توب بس، طلعها اوكي. يقول لك هطلعها في فولدر الاكس ام ال فولدر بتاعي. الفولدر ده موجود فين؟ موجود في الداتا بيز، في الداتا سوري دلوقتي الداتا سورس بتاعي. لما بتخش جوايا بيعمل لك فولدر اسمه اكس ام ال اكسشينج فايلز، جواه السيلكت دي تي ام دوت اكس ام ال. ده اكس ام ال عادي جدا تسحبه على السيرفس، على الفايل السيفل بتاعك، وليكن احنا هنطلعه دلوقتي الجديد. insert land xml work تمام، طلع مظبوطة جدا لو تشتغل بيها. تقدر تشتغل بيها عادي جدا، تحسب كميات، تقدر تشيك الجريدنج بتاعها. واحنا كده عملنا السيرفس بتاعك بتاع الاي ار دي من الاي ار دي نفسه تمام. يفضل طبعا ان السيرفس تطلعها من الاي ار دي تطلع اي ار دي. طيب دلوقتي انا عايز اتاكد ان الديزاين بتاعي ماتشنج للاي ار دي نفسه. عشان اتاكد ان الديزاين ده ماتش للاي ار دي، يعني ايه ديزاين ماتش للاي ار دي؟ يعني دلوقتي الاي ار دي اول ما بيقرا الداتا سورس، انا دلوقتي هقفل الفايل ده بعد ما هسيبه تمام. بعد ما هسيب الفايل هقفله، هقفل الفايل ده كمان خلاص، كمان نجرب فيه بس تمام. عايز اشتغل تاني على الفايل بتاعي، اول ما بفتحه كده مهم جدا ان انا اتاكد، مهم جدا ان انا اتاكد ان الالاينمنتس اللي جايه من الفيرتيكال جريدنج للاي ار دي هنا اريا بالظبط زي السيفل بتاعي. طيب هل هي دلوقتي اريا زي السيفل بتاعي؟ لا، انا دلوقتي عندي هنا الطريق ده مايل ب 0.93. لو انا جيت هنا فتحت الفيرتيكال جريدنج او الفايل بتاع الاي ار دي نفسه لقيته ماشي زيرو سلوب. طب انا دلوقتي عايز اماتش ده بده، لازم اول ما تفتح الفايل تدوس مستر سيكشن انترسكشن ماتش ان، دي بتخلي السيفل بتاعك يسمع في الاي ار دي كله. دلوقتي لو رحنا الفيرتيكال جريدنج ظبطت نفس الميل كده، انت تتاكد ان الموديل بتاعتك سليمه، امسحها وانزلها تاني. الموديل دايما بتطلع من الداتا بتاعت الاي ار دي، فطول ما انت متاكد ان الاي ار دي اديت السيفل بتاعك الاي ار دي هيطلع تمام. دوس اوتو توتال موديل تطلع مظبوطه كده تمام كده تمام ده. طبعا اول ما بدوس ماتش ان بعد ما عملت الكيرب ريتيرنز كلها بينزل لك كل البروفايلات الكيرب ريتيرن. طب انا دلوقتي بروفايلات الكيرب ريتيرنز دي ما بقدرش اعدل فيها، يعني الاي ار دي نفسه بيتحكم فيها. لو انا جيت هنا وطلعت ده لفوق وقلت ماتش ان بيروح منزلها تاني. طب انا عايز اتحكم في الجريدنج بتاع الانترسكشن بتاعي. طب افرض انا عايز اغير، عايز اعمل دي لو بوينت مثلا، اظبط الميل ده والميل ده وعايز اخليها لو بوينت، اتحكم فيها ازاي؟ باجي من الحته دي اللي هي كيرب ديزاين كنترولز، بيطلع لك فيها كل الداتا بتاعت الكيرب ريتيرن. بيقول لك ان هما كلهم هيتعملوا اوتوماتيك ديزاين من الاي ار دي. انا انت هل انت عايز تختار واحد منهم زي ده مثلا؟ انا عايز الديزاين بتاع الكيرب ده اخليه كيب انترنال ديزاين. لو دوست على دي، لو غيرت في البروفايل بتاعه دوست ماتش ان مش هيغير فيه تاني. بس لو رجعت في كلامك وعايز ترجعه تخليه ده اوتوماتيك ودوس ماتش ان هيروح مرجعه لك زي الديزاين بتاعه. هي دي اللي بتتحكم في الديزاين بتاعي. بس انا كده كده عاجبني الديزاين اللي هو عامله دلوقتي للانترسكشن جريدنج، فهسيبها زي ما هي.